أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه وتوحد في صمديته بدوام بقائه ونور قلوب أهل معرفته بنوره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلقه وعروس حضرته وواسطة عقد أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وكل خلفائه. أيها الجمع الطيب الكريم من جمهورية مصر العربية الشقيقة، نزل ضيفا على روضة الدروس المحمدية بالزاوية البلقائدية الهبرية فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية القسم العالي بجامعة الأزهر الشريف، مدير عام بالمعاهد الأزهرية الثانوية، مدير عام وكبير الباحثين بالأزهر الشريف، خطيب ومحاضر في مساجد القاهرة والجيزة الكبرى، مقرئ من قراء كتاب الله الكريم، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه العلم النافع، فليتفضل شكر الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، نحمده بجميع محامده ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكره على جميع نعمه ومننه ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار سيره وانتهج نهجه وسلك طريقه وأحيا سنته وطبق شريعته بإحسان وحب وأدب إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم بفضلك وكرمك ووالدينا ومعلمينا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا وجمعنا هذا المبارك، اجعلنا من أحباب وأتباع سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرته وتحت لوائه، وشفعه فينا يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميعا. سلام الله ورحمته وبركاته على أرض الجزائر كلها، راعيا ورعية، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كبيرا وصغيرا. سلام الله ورحمته وبركاته على تلك الزاوية المباركة في هذه البقعة الطيبة. سلام الله ورحمته وبركاته على شيخي وأستاذي العارف بالله سيدي الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، بارك الله فيه وأمده بالصحة والعافية وأكثر من أمثاله في عالمنا الإسلامي، ووفق أبناءه ومريديه ومحبيه وذريته وأهل بيته، ووفق تلك الزاوية المباركة
بكل ما فيها ومن فيها ومن حولها، وفق الجميع لكل خير ولكل عمل صالح مقبول إن شاء الله. وبعد البعد، فإننا عندما جئنا إلى هذا المكان ما هو بمكان عبادة فقط، وإنما هو مكان علم ومكان فقه ومكان دراسة لكتاب الله عز وجل ولسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مكان لدراسة الفقه والتفسير والحديث وعلوم أخرى. هذا يدل على أن الزاوية ليست في محتواها، ليست مجالس ذكر فقط، وإن كانت مجالس الذكر ما أجملها وما أعظمها وما أكثر أجرها، لكن ما أجمل العلم والذكر إن اجتمعا. ولما دعانا شيخنا الفاضل، وكانت القاهرة تشرف بفضيلته وبالوفد المرافق لسماحته، وكنا والله نستقبلهم بقلوبنا، والله ما فتحت أذرعنا إلا بعد أن فتحت قلوبنا، وكانت هذه الخطوات لها أثرها المبارك ولها وقعها في وقت كنا أحوج ما نكون للتواصل بيننا وبين شعب الجزائر الكريم الطيب المثقف، هذا الشعب الذي نكن له كل تقدير وحب واحترام. فلما دعيت إلى هذا المؤتمر، وللعام الخامس على التوالي تقام هذه الدروس المباركة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكرمه الله وأعزه الله، دعيت فكان هذا فخرا كبيرا لي. ولا أخفي سرا على حضراتكم، لما علمت أن الموضوع هو العلم كم انتابني من حيرة، ففيما أتكلم وأنا أعلم جيدا الفقير إلى الله أن هناك مجموعة من العلماء الأفاضل، شيوخي وأساتذتي وزملائي وأبنائي، كل سيدلي بدلوه وسيتكلم في مناح شتى عن العلم، لكن وقع الاختيار بفضل الله أن نطوف وفي عجالة حول العلم النافع. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وأجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والعلم النافع أيها الأفاضل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فقال في حديثه المعروف المشهور: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذه أمور جسام استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأها بالاستعاذة من علم لا ينفع. فالعلم إن لم ينفع صاحبه كان وبالا عليه، وكانت النتيجة صعبة في مردودها على ذلك العالم الذي لم ينفع ولم ينتفع منه أحد، فكتم علمه، ثم هو لم يتأثر بهذا العلم، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولكي يكون العلم نافعا بفضل الله عز وجل، لابد وأن تتوافر في العالم مقومات القبول ومقومات النجابة ومقومات الخشية. ويبدأ الأمر، واسمحوا لي أن أنحى منحا تربويا قليلا لدقائق معدودة، فالعالم كان طالب علم، هو لم يكن عالما استيقظ من نومه فهو عالم، ولم يكن ذلك إلا للأنبياء، سادتنا الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له ذلك. فالنبي لم يتلو كتابا قط، ولم يكتب كلمة قط، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك
إذن لارتاب المبطلون من كتاب، يعني لا كبير ولا صغير ولا قرطاس ولا ورقة ولا وريقة ولا شيء. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ فأوحي إلى رسول الله وعلمه الله، وكما قال زميلي الفاضل الدكتور طه في محاضرته: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وهناك أناس آخرون آتاهم الله العلم دون طلب للعلم، وسنتناول بفضل الله بعد قليل سيدنا لقمان الحكيم، هذا الذي آتاه الله الحكمة وآتاه الله العلم، لكن تربويا وآليا فالعالم كان طالب علم، وطالب العلم له مقومات، ولا بد وأن يفهم طالب العلم، أن يفهمه مجتمعه ومعلموه قيمته ورتبته وثوابه وأجره عند الله عز وجل. فانظر إلى الأحاديث التي وردت في شأن طالب العلم، فطالب العلم إن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وطالب العلم منذ أن يخرج من بيته حتى يرجع في طلب العلم هو في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم نفسه شهيقا وزفيرا وهو يجلس لطلب العلم تسبيح لله عز وجل. وطالب العلم عندما يتعلم ولو كلمة واحدة، يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعلم، وانظر إلى الحديث في دقته، يتعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا، يعني المسألة تقاس بالكلمات، يعني خمس كلمات أو خمسا، لو كتبتهن في سطر لا يكتمل السطر بهن. لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فقال سيدنا أبو هريرة: فوالله ما نسيت بعدها حديثا حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة كلمات، فطالب العلم لابد وأن يعد نفسيا واجتماعيا وسلوكيا، ولابد وأن يعلم منزلته عند الله عز وجل. وطالب العلم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر لأن تغدو، ولم يقل له لأن تذهب، فالمكمن الجمالي البلاغي لأن تغدو، يعني فيه المسارعة والتبكير والاهتمام والإسراع، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة، رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية واحدة عندما تتعلمها وتعلمها، وأنت طالب علم تتعلمها، وعندما يشاء الله لك بالخير وتتخرج وتصبح بفضل الله تعالى عالما تعلمها. فالنبي يقول: فيتعلمهن ويعلمهن. فينبغي أن نعد طالب العلم
إعدادا طيبا في مجتمعنا المسلم، وأعتقد أنني لا أكون مبالغا إن قلت بفضل الله وتوفيقه، ولا نزكي أحدا على الله، إن أبناءنا في هذه الزاوية هم نموذج لهذه التربية الراقية، ليست تربية روحية فقط، وإنما هي تربية متكاملة. فعندما يتخرج النشأ من هؤلاء ويتحمل المسؤولية، فيه الخشية التي عناها الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيه القناعة، فيه الأدب، فيه الحياء. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. لابد وأن ننشئ أبناءنا، وتوجيه إلى السادة الأفاضل أولياء الأمور أن يشاركوا ويساهموا المدارس والمعاهد والجامعات في هذه التنشئة. فشبابنا فاق الحدود وتعدى الخطوط في بعض الأحايين. نعاني في التعليم من الأبناء الذين يشذون عن النص وعن الأصول وعن الآداب العامة، فغابت الأسرة وغاب المعلم المتعبد بتعليمه. فالمعلم عندما يتعبد في محراب الفصل أو المحاضرة أو الندوة، عندما يتعبد في هذا المحراب، وعندما يلقي على مسامع أبنائه جاهداً ما استطاع أن يصل إلى الضعيف منهم قبل أن يصل إلى القوي، فأمامه ومجتمعنا سواء في الجزائر، في مصر، في بلادنا، الفصل لا يقل عن 40 طالباً وعن 40 تلميذاً وهم صغار. فلا بد وأن تحنو يد المعلم على هؤلاء، ولا بد وأن يعتبر المعلم نفسه داعية حقيقية، داعية إلى الله عز وجل. والبيت أيضا لا بد وأن يشارك في إعداد طالب علم على درجة ولو شيئا قليلا من الأدب والخلق والإصرار على تحصيل العلم وعدم الاستهانة بدروسه وبمدرسته ومدرسه. والمعلم لا ينتظر في فصله ناظر مدرسة ولا مدير إدارة ولا موجها يوجهه ولا ولي أمر يشكره، وإنما ينتظر أجره من الله عز وجل. فهو يتصدق على أبنائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: خير الصدقة. هذا نداء للسادة الأفاضل المعلمين من كيجي 1 وكيجي 2، من التمهيدي إلى السادة الأفاضل الأساتذة الجامعيين، إلى السادة الأساتذة في الدراسات العليا. فنحن طلاب علم، فالعلم من المهد إلى اللحم. خير الصدقة، نقول لهؤلاء الأفاضل جميعا سادة المعلمين: خير الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الصدقة. فإذا كان الأغنياء يتصدقون بأموالهم فالعلماء يتصدقون بعلمهم. خير الصدقة أن تعد في دفتر تحضيرك، هذا إعداد مكتبي، ثم في ذهنك، هذا إعداد ذهني، ثم داخل الفصل تكون أباً رحيماً ووالداً كريماً ومعلماً عظيماً، تحنو على أبنائك وتصل إلى الضعيف منهم وتصل إلى الغافل منهم متعبداً متقرباً إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل. فهذه مناحي ونواحي تربوية أحببت أن ألفت النظر إليها. فنحن في مجتمعاتنا العربية المسألة التعليمية تحتاج إلى نظر، ونظر يعني سريع جدا،
حلول كما سمعت فضيلة إمامنا الأكبر الدكتور أحمد الطيب بارك الله في فضيلته يقول اليوم قبل الغد، نعم الآن قبل بعد المغرب، لأن هؤلاء الأبناء سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي إلى الجامعة هم نصف الحاضر لكنهم كل المستقبل، هم بعد ذلك الرؤساء والوزراء والأمراء والمحافظون والمحفظون والعلماء والأطباء والمهندسون والآباء، وبالنسبة لبناتنا الأمهات. فيحتاج الأمر إلى نظرة لكي يكون العالم عالما، لا تأتي المسألة من فراغ، يعني عالم إن كان في مسجد إن كان في معهد في مدرسة في جامعة هو يؤدي المسألة حضورا وانصرافا، والمسألة يعني تمشي ويصرف راتبه آخر الشهر والعملية ماشية، يعني المسألة مش معطلة بالنسبة له. لا، ليس هذا تعليما، ليس هذا تعليما. وما كان على هذه الشاكلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تخرج من تحت يده علماء الأمة وأحبارها رجال عرفوا حقيقة أمرهم، تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، والوحي ليس سهلا، الأوامر والنواهي والوصايا والإرشادات. دين بدولة بني على أكتاف أعداد محدودة من الرجال، لأنهم تلقوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع أيها الأفاضل، ذكر القرآن الكريم نماذج للعلم النافع وذكر نماذج للعلم غير النافع الذي أعده العلم الدافع أو العلم المانع الذي يدفع صاحبه عن أبواب الخير ويمنع عن صاحبه كل الخير. والقصص القرآني أيا كانت القصة التي يتناولها فهي مقررة علينا في المنهج كما يقال بلغة التعليم، يعني ذكرت قصة وذكر قصص مع أحد ساداتنا الأنبياء مع أقوامهم أصبح كل كلمة كل أمر كل نهي كل إرشاد كل نصح كل تحذير أصبح موجها إلينا نحن أمة سيدنا رسول الله، أصبحنا معنيين. يعني لا تقل هذا جاء في قصة يوسف والآخر لا، جاء في قصة فرعون مع موسى وقصة قارون ما لنا وما قارون وقصة لا 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 لا، طالما نزلت القصة في القرآن فأنت أيها المؤمن المسلم معني بها. ولذلك يستهل الله عز وجل قصة سيدنا يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول له في قصة سيدتنا مريم عليها السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، والمعنى لم تكن حاضرا معهم لكن وضعناك في صلب القصة. ونحن نقرأ القرآن ونمسك بكتاب الله نقرأ وكأننا نعيش مع سيدنا نوح ونراه وهو يدعو قومه، وكأننا نرى سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار، وكأننا نرى سيدنا صالحا وناقته، وكأننا نرى سيدنا موسى وما جرى له ومعه، وكأننا إلى آخر ساداتنا الأنبياء. فالقصص القرآني له هدف تربوي عظيم جدا، ونحن المسلمين معنيون بهذا القصص. فذكر الله تبارك وتعالى قصة رجل، سبحان الله، قصة رجل أسود اللون غليظ الشفاه مشقق القدمين وفي بعض الروايات مصفح القدمين، يرعى غنما مرة ويشتغل بالنجارة مرة، ولا وزن ولا ثقل له بين مجتمعه،
لكن لا حرج على فضل الله عز وجل. فإذا أراد الله تعالى أن يعطي عبدا من عباده عطاء وأن يؤتيه فضلا، فالله هو المعطي، فالله هو المتفضل، فاللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو سيدنا لقمان، سيدنا لقمان أو هذا الرجل الأسود، قيل إنه من النوبة من شمال مصر وجنوب السودان، وقيل هو من سودان مصر، وقيل هو عبري، وهذه ليست تعنينا. ما يعنينا أن الله تعالى اختصه بسورة في القرآن ذكرت باسمه، ثم ذكره في آيتين متتاليتين، وذكره في موطن الذكر والتكريم والتعظيم، ليس في مقام التعذيب والاستهانة والإنكار عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إن قارون كما سنذكر الآن بعد قليل، إن قارون كان من قوم موسى، ذكر قارون، ذكر أبو لهب، لكن هناك ذكر عن ذكر. فذكر الله سيدنا لقمان الحكيم بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا، هذا أسلوب عودنا القرآن أن يأتي به في مجال العطاء. ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لقد، هذا الأسلوب الذي فيه التأكيد بلام القسم الموطئة وبقد المحققة، تعودنا فيه في العطاء. ولقد آتينا لقمان الحكمة. من لقمان؟ ذلك الرجل الأسود راعي الغنم عظيم الشفاه، كان ذا مشافر وكانت قدماه مصفحتين، هكذا تقول الرواية، يعني من عدم انتعال نعل أعزكم الله وبارك فيكم أصبحت قدماه، يعني جلدها أصبح كجلد النعل، يعني مصفحتين، هكذا تقول الرواية. لكن لا حرج على فضل الله، فإذا أعطى الله عز وجل فلا يختار، يقول هذا أقوى وهذا أطول وهذا لونه كذا وعيونه كذا وأبوه كذا وخاله كذا وأعمامه كذا ومن قبيلة كذا، لا 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 لا. إذا ما أعطى المعطي فمن الأدب ألا يعترض معترض. فرب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، له حكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة قضي الأمر. هذا براعة استهلال يقال في البلاغة العربية، براعة استهلال. لما؟ لأن لقمان سيجري الله على لسانه حكما نزل بها القرآن وتكلم بها الحق ووضعت بين دفتي كتاب الله، فاعتبروا، فكأنه ضوء أضاء ليتيقظ الناس. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. بعض العطاء لابد من الشكر، فالحمد يثبت النعم والشكر يزيدها، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يقول بعد ذلك إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، فيبدأ هذا العلم النافع. جاء رجل ونظر إلى سيدنا لقمان وقال له أنت الرجل، أنت راعي الغنم الأسود الذي كنت معي، لأن سيدنا لقمان ابن بعوراء عاش 1000 سنة وهو ابن أخت سيدنا أيوب، وقيل ابن خالته، عاش 1000 سنة وحضره سيدنا داود وتتلمذ عليه واغترف من حكمه ومن عطاء الله عليه، سيدنا داود وسيدنا سليمان، وامتد به العمر إلى سيدنا يونس بن متى الذي بعث في نينوى بالموصل بالعراق. فقال له أنت الأسود، أنت الذي كنت ترعى معنا. أذكره أحيانا حضرتك عندما ترى شخصا وقد وصل إلى، يعني ما وصل إليه من منصب أو جاه أو ثراء،
ويعني أنت أو الفقير علي يعني أنا على ما أنا عليه، فأحاول أن أذكره بنفسي أو أن أذكره بموقف يذكره بي. قال لو أنت فلان الأسود الذي كنت ترعى معنا في كذا وكذا وكذا. قال له نعم. الرجل قال له بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ لقد وطئ الناس بساطك وشنفوا آذانهم بكلامك واستمعوا إلى نصائحك، ولقد خرج من فمك ما لم يخرج من فم أكابر الأقوام، فبما وصلت؟ قال له يا ابن أخي لو صنعت ما صنعت لوصلت إلى أكثر مما وصلت. قال له ما صنعت؟ قال عففت لساني وغضضت بصري وحفظت فرجي واعتززت بنفسي وأكثرت صمتي، وما دخلت يوما في شأن لا يعنيني، بهذا وصلت إلى ما وصلت إليه. فهذا يقول الله عنه وهو يخاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أمر هو أعلى وأرقى ما يوصى به الإنسان. ثم الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إلى آخر الموطن. ثم بعد ذلك تخرج الحكمة لننتفع بها، ولا زلنا وسنظل لأنه قرآن يتلى. يقول له جماح الأمر: يا بني. واعتبر الناس جميعا في شخص ابنه ثاران، كأنه يخاطب الناس جميعا في ولده: يا بني إنها الهاء هنا هاء القصة، هاء الشأن، يعني كقوله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار. يعني حضرتك لما تقول باللغة الدارجة المسألة وما فيها، كل الحكاية، كل ما في الأمر كذا كذا، الحكاية وما فيها كذا كذا. فهي يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، ومثقال وهذه نواحي لغوية، لأن كان إن كانت تامة اكتفت بمرفوعها، تأتي قراءة مثقال، وإن كانت ناقصة تحتاج إلى خبر إلى منصوب فتنطق مثقال. فعند حفص عن عاصم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن أين؟ فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، فتكن في صخرة، والصخور لا يعلم ما بداخلها إلا الله عز وجل، أو في السماوات أي مثقال ذرة هذه ومثقال حبة من خردل هذه التي انتهت في الصحراء. يا أخي في الله، يعني تخيل جثما كبيرا تاه منك في الصحراء بين الرمال، وتاه منك في البحار، أو دخل داخل صخرة، أو تاه منك في السماء الذي لا نعلم عنه إلا قليلا، فهل تستطيع البشرية كلها ومن في الأرض بالميكنة وبالليزر والأشعة والإمكانيات أن يجمعوه؟ كلا والله، لكن الله تعالى يأتي بها. فأعمالك، هذا هو العلم النافع، ينصح ويرشد. إنها، والخطاب لي ولك ولكل مؤمن مسلم يؤمن بالله ورسوله وبالقرآن، إنها أعمالك وأقوالك حسناتك وسيئاتك لا تخفى على الله عز وجل. إن تك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم انظر إلى تذييل الآية: إن الله لطيف خبير. ولطيف، الغالبية يعني ينظرون إلى هذا الاسم اللطيف بأنه الذي يجبر بالخاطر وفقط، أو الذي يعطي فقط، إنما اللطيف له بعد آخر. فاللطافة هي الشفافية، واللطف هي الدقة،
فالله تعالى لطيف، أي كل الأمور منكشفة أمامه، يعلمها ولا يخفى عليه شيء، حتى ولو دق ورق. فعلم الله تعالى، العلم صفة من صفات الله، صفة وجودية أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى، بها انكشاف جميع الموجودات انكشافا تاما، يغاير الانكشاف بصفتي السمع والبصر، لأن سمع الله انكشاف وبصر الله انكشاف، ولأن علم الله انكشاف. انكشاف يعني أنه لا يتحقق بجارحة، فلا يسمع الله بأذن، ولا يرى بعين كعيننا، ولا يعلم بأدوات التعليم والعلم التي توصل المعلومات إلينا. فالله تعالى الأمور منكشفة بالنسبة له. ثم بعد ذلك يوصيه بالصلاة، ويوصيه بالأمر بالمعروف، ويوصيه بالنهي عن المنكر، ويوصيه أن يصبر على ما أصابه. ثم بعد ذلك يوصيه بأنه يقصد في مشيه ويغضض من صوته، ثم يوصيه ألا يتكبر على الناس، يقول له ولا تصعر خدك للناس. والصعار هو مرض يصيب الإبل في رقابها. تخيل الجمل وهو مرتفع في الدور الثاني طويل، ثم بعد ذلك هذه الرقبة الطويلة وهذه الهامة والقامة الكبيرة، تخيل أن رأس الجمل يعني تلوحت كده. تخيل المسألة فظيعة جدا ومنفرة جدا. فيقول له ولا تصعر، يعني أخذ من التواء رقبة وعنق الجمل كأنه شد في الكبرياء والتعالي، فقال له لا تصنع هذا، أي لا تعرض بخدك كبرا وبطرا على خلق الله. هذا ما آتاه الله العلم فنفع به وانتفع. وفي المقابل يذكر القرآن الكريم قارون الذي كان من قوم موسى، وقارون كان أعلم أهل قوم موسى بالتوراة، وقارون كان يقرأ التوراة فيبكي بنو إسرائيل لصوته وجمال أدائه، وكان أقرأهم بالتوراة وأعلمهم، وكانوا يجتمعون ويعقدون المجالس ليستمعوا إلى صوته الجميل ويسألونه في تفاصيل التوراة. لكن بجوار هذا تعلم الكيمياء، كان كيميائيا وجمع أموالا من علم الكيمياء، ثم آتاه الله تعالى أموالا كثيرة. انظر إلى هذا العطاء وإلى ذاك العطاء. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهنا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح للكوالين التي هي على أبواب الخزائن، فما بالك بالخزائن؟ سبحان الله وبحمده. فهذا الرجل رغم علمه وأنه كان من العلماء، لكن عندما طغى عليه المال لم ينفعه علمه، والتف حوله النبلاء من قومه الذين تعلموا منه، تعلموا على يديه، قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وليس هذا معناه أن الفرح مذموم، لا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن فرح البطر والكبر والغرور والمعصية هذا منبوذ. فقومه يقولون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وبتغي، وأود أيها السادة الأفاضل أن يضع كل منا هذه الآية نصب عينيه في مشارق الأرض ومغاربها، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، علماء وأدباء وطلبة علم، عمال وفلاحين وكذا وكذا، كل من له عقل أن يضع هذه الآية نصب عينيه. وابتغي دائما
نعم الله عليه، سمعك وبصرك وعلمك وشهادتك ومركزك ومالك وقوتك وفهمك وإدراكك، كل النعم سخرها أن تبتغي فيها الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل يا أخي واشرب وامتطي سيارة فارهة واسكن في سكن طيب كبير والبس أفخم اللباس والثياب والغطاء والفراش، لكن ليكن ذلك في إطار الشرع والدين وتقوى الله عز وجل. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن يا أخي، لقد أحسن الله إليك، أعطاك من فضله وكرمه، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ما علينا لم يستمع إلى صوت العقل والعلماء من قومه فزاد الطين بلة فخرج على قومه في زينته مستخدما هذه الكنود وهذه الإمكانيات في الخدم والحشم والحراسة والجنود وخلفه وأمامه ويصلحون له وكذا وكذا، خرج على قومه في زينته. هذا الملمح وهذا المشهد أغرى ضعاف النفوس، لكن العلماء المتمكنين، لكن الذين تشعب العلم في قلوبهم وشربت نفوسهم العلم والقناعة والرضا وعرفوا حدودهم مع الله لا يثنيهم عن مبادئهم هذا الذي حدث. فلما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، واحد يشوف واحد راكب عربية يقول لك أنا نفسي يا لو أنا العربية دي بتاعتي ملكي، شايفه داخل عمارة ما شاء الله يا ساكن هنا يا ليتني كذا، وظيفته كذا، يلبس كذا، مركزه كذا، لكن والله لو علمت حقيقة الأمر لاتضح لك أنك أنعم منه بكثير، ولو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن الله تبارك وتعالى في هذا المعترك لابد وأن يكون للعلماء صوت ولأهل العلم نصيحة، ولذلك اقتربوا من العلماء، فالعالم حتى وإن زلت قدمه فهناك قدم أخرى تقربه إلى الله عز وجل. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم قفوا قفوا ماذا تقولون أخطأتم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، هناك آخرة. ثم بعد ذلك خسف الله به والعياذ بالله وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح تاني يوم، معذرة في النكتة اللي انتوا عارفينها اللي بيفهم تاني يوم ده، تاني يوم فهموا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أصبح هؤلاء يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا. فهذا نموذج للعلم النافع الذي نفع صاحبه وانتفع به غيره، وهذا نموذج آخر سيء لشخص عالم بالتوراة كان يقرأها ويرددها ويرتلها ويعلمها، لكن سرعان ما ملكته الدنيا وتملكت عليه وعلى مشاعره فلم يستطع أن يواجه ويجابه، لكن أهل العلم واجهوا وجابه وما هزتهم هذه التجربة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لا بد أن يكون هناك صبر. فهذا أيها الأفاضل الكرام ما جال في خاطر الفقير إلى الله ناحية العلم النافع، لأن العلم لا بد وأن ينشر
ولا بد وأن ينتفع به. ولكي يكون العلم نافعا كما قلت لحضراتكم في بداية اللقاء، لا بد وأن يكون العالم مؤهلا لأن يقول العلم، مؤهلا منذ أن كان طالب علم ليتعبد بعلمه وليتقرب إلى الله بعمله وليعد نفسه في محراب، لأنه لحظة واحدة يعيشها العالم في آية أو حديث أو معلومة أيا كانت تنفع البشرية أفضل من عبادة ساعات بل أيام. أيها السادة الأفاضل، شيخي الجليل وزملائي الأفاضل والضيوف الأكارم وأبنائي وأحبتي طلبة العلم والسادة الأفاضل الذين صوروا والذين ساهموا وشاركوا وكل من شارك وساهم، أسأل الله شيخي العزيز، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل الصالح علماً نافعاً في ميزان حسنات فضيلتكم وفي ميزان حسنات كل من ساهم أو شارك بأي شكل من أشكال المساهمة، ونسأل الله أن يجعله أيضاً في ميزان حسنات راعي هذه الدروس المحمدية سيدي فخامة رئيس الجمهورية بارك الله فيه وفي أهل بيته وفي ذريته وفي شعبه المبارك، وبارك الله في هذه الزاوية التي أكرر بأنها ليست زاوية دروشة وانتهى الأمر، وإنما هي زاوية علم وذكر على علم وعبادة على فقه، زاوية أدب وكرم وإيمان وأدب. والله يا شيخي لقد تعلمت في هذه الزاوية ما لم أتعلمه في سابق حياتي، اكتسبت كثيراً من الحب والأدب والكرم والإباء والشموخ والرضا على الإخوان، فنسأل الله أن يديمها نعمة على فضيلتكم وأن يبارك في نسلكم المبارك وفي أبنائكم الطيبين وفي المريدين والمحبين وفي طلبة العلم أجمعين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا وشيوخنا ومعلمينا، وأن يرحم شيخنا العارف بالله سيدي محمد بالقائد وشيخه وشيخ شيخه وجميع شيوخ الطريقة الهبرية الشاذلية، وأن يرحم كل من مات موحدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجمعنا دائما على الخير وبالخير. آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله.